الفرنسي للمنطقه ديال تاهو، وهو اللي شيد هذه القلعه، شيدها على اكتاف الاخر ديال المواطنين ديال المناطق ديال تاهوال وما جواها. وهذه عباره عن قشله كتضم اربعه ديال الابراج، جوج ديال الابراج مازالين شاهدين على الاخر، وجوج في الاتجاه الاخر هم تعرضوا للتلف. بالنسبه لهنا القلعه كما كتشوفوها مجهزه بجميع الاخر، عندها الماء الشاطو هو هذا، عندها المصابن، عندها في اللحظه اللي كيفيض الشاطو ديال الماء ديال القلعه ديال بلاكس كيهبط، عنده خزانه ديال الماء خطاره ديال الماء. وهذه المنطقه اللي هنا القدام حدانا راه فيها كانت عباره عن مدرسه ابتدائيه، جبل معمر دار المعمر، كانوا رهبان هنا رهبان، وكان عندنا هنا واحد المنطقه هنا واحد البلاصه هنا تحت كان فيها الكنيسه. ما كانتش القشله ديال بلاكس بوحدها، كان هنا دور ديال العباده، كان عندهم هنا كنيسه بالنسبه، كان عندهم مدرسه. وللاسف الشديد بالنسبه لها القلعه ديال بلاكس ما تمش الترميم ديالها ولا الاتفاد ديالها، هي تابعه للجيش، ونتمنوا من جهات الوصيه على هذه المعلمه الاثريه والتاريخيه باش تهتم بها، لاننا احنا في حاجه السياحه الجبليه وفي حاجه نخلقوا فيها الشغل في المنطقه. بالنسبه لهذه المنطقه النفوذ الترابي للحكم ديالها كانت القبيله ديال السطه والقبيله ديال بني مزقلده، جوج قبائل. هاد جوج قبائل كانت هذه المنطقه. علاش هذه المنطقه اختار المعمر؟ لانها في واحد الموقع استراتيجي كتطلع على جميع الواجهات كما كتشوفوا كتلاحظوا هنايا في الاتجاه، مثلا هاد الاتجاه هنايا المناطق ديال بني مساره، وهاد الاتجاه هنايا ديال الكزولي، والاتجاه اللي من لهيه كاين ديال تاونات مربوط بالاقليم ديال تاونات والاقليم ديال الشاون، جا في واحد المنطقه اللي هي استراتيجيه. أنا الجيش الفرنسي كنتكون يعني من الجنسية يعني السنغالية، من جميع يعني الدول التي استعمرها يعني المستعمر الفرنسي. يعني هذه المنطقة كانت منطقة يعني ديال المراقبة لجميع المناطق المجاورة. وكما سبق الأخ يعني اللي شار بأن المنطقة هي تعتبر يعني قطب بالنسبة للقطب الإداري للقبيلة ديال السطة والقبيلة ديال بني مزقلدة، لأن يعني توفروا على مجموعة من الإدارات التي كان يعني يتوافد عليها كل السكان المجاورين لهذه المنطقة. الأقسام اللي موجودين في القلعة ديال بلاكس، هذه كانت أول مؤسسة تعليمية ابتدائية نشأت في القبيلة ديال بني مزقلدة والقبيلة ديال سطة. كانوا أبناء المعمر كانوا كيدرسوا هنايا، وكانوا معاهم بعض ابناء المغاربه اللي كانوا كيشتغلوا مع 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 المعمر بما فيهم الرهبان. كاين شي صور ربما قديمه اثريه عند شي ناس هنايا، شي عائلات هنايا في تاهوال اللي العنابر، بغينا نشوفوا شي عنبر من هذا العنابر، نوريكم واحد العنبر ونوريكم السلاسل الحديديه. ولكن هذا العنبر اللي في المدخل هو اللي مازال محافظ على ذاك الاماكن ديال الحديد. حنا دابا الان كنتواجدوا
في واحد العنبر ديال المساجد. كما كتلاحظوا معايا في الحائط هنايا، كما كتلاحظ معايا في الحائط هنا، هذه المناطق هذه كانت فيها اغلال ديال الحديد اللي تربطوا فيها رجال المقاومه، واللي كاين اللي خرج الاخر وكاين اللي قضى النحب ديالو هنايا. بالنسبه لهاد المنطقه اللي متواجدين فيها كانت هي السجن ديال المعمر. اي مقاوم، اي واحد ما نصعش للاوامر ديال المعمر او ما مشاش التوجه ديالو، كان يزج به في هذه البنايه.